السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسى الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشارك معكم التوقيت الرسمي والموعد الرسمي وأيضا التشكيلات المتوقعة لمباراة نادي مانشستر سيتي أمام بروسيا مونشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا مباراة الإياب. بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين، هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو، وأيضا سأشارك معكم بعض تصريحات بيب غوارديولا وأيضا معظم الأخبار عن هذه المباراة وقبل انطلاقها. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. أبدأ لكم بالخبر الأول، هو أن نجمنا الدولي الجزائري رامي بن سبعين لاعب بروسيا مونشنغلادباخ الذي سيكون معني بشكل كبير في المباراة التي ستجمع بين نادي مانشستر سيتي وأيضا بروسيا مونشنغلادباخ، طبعا عاد الى التدريبات الجماعيه ومن المقرر ان شاء الله انه راح يكون اساسي لانه كان يعاني من اصابه طفيفه، ولكن كما تشاهدون في الصور الظاهره امامكم عاد هذا اللاعب الى ريتم التدريبات وان شاء الله يعود الى ريتم المباريات ونشوف مباراه ثنائيه بين الجزائريين، كل من نجمنا الجزائري رياض محرز وايضا رامي بن سبعيني. طبعا موعد هذا اللقاء هو غدا ان شاء الله على الساعه 9 بتوقيت الجزائر في ملعب بوشكاش ارينا، يعني التي قرره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأن المباراة كان من المقرر أن تلعب في ملعب الاتحاد، ولكن بسبب فيروس كورونا وبسبب كل البروتوكولات التي يعني تفرضها كل دولة ألمانيا وأيضا دولة بريطانيا، يعني اضطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عمل المباراة خارج الديار في ملعب بوشكاش أرينا التي لعبوا فيها مباراة الذهاب، وطبعا ستقام فيها نفسها مباراة الإياب، ونتمنى لهم كل التوفيق بطبيعة الحال. طبعا القائمة الرسمية لنادي مانشستر سيتي هي الظاهرة أمامكم، هنالك إيدرسون، ستيفن وكارسون، بينما في خط الدفاع والكر، دياز، ستونز، زينتشينكو، أكي، لابورت، ماندي، كانسيلو، رودي غارسيا، بينما أيضا في خط الوسط غاندوغان، روديغو، فرناندينيو، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا وأيضا فيران توريس وأيضا فيل فودن. في خط الهجوم أغويرو، جيسوس، محرز وستيرلينغ. ستيرلينغ يبدو أعزائي المشاهدين أنه الأوضاع بدأت يعني تتوحد بينه وبين بيب غوارديولا وأرادوا تهدئة الأوضاع. سأشارك معكم تصريحات أعزائي المشاهدين لبيب غوارديولا أثبتت لنا أنهما تصالحا ويعني فك ذلك الجدال الذي كان بينهما. طبعا في سؤال الصحف الإنجليزية عن رحيم ستيرلينغ، بيب غوارديولا أجاب يعني مصرحا سوف يسافر معنا في الفريق، بالطبع الفريق كله سيغادر إلى بودابست. بينما صرح بيب غوارديولا يعني بردة الفعل حول رحيم ستيرلينغ، لأنه كما شرحت لكم في الآونة الأخيرة وخاصة أنه البعض لم يصدق لأنه رحيم ستيرلينغ عمل هذه التغريدة وقال لهم باللي كل شيء خرطي ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل ولا يوجد هذا الشجار يعني العراق بيني وبين المدرب بيب غوارديولا، ولكن يعني انفضح كل شيء مهما رحيم ستيرلينغ يعني أراد أن يخفي هذه الأشياء، ولكن كل شيء انفضح مع الوقت. صامل يفضح لنا كل شيء وأيضا العديد من الصحف الأخرى فضحت لنا كل شيء، وحتى بيب غوارديولا ليلة أمس كما شاهدتم في الفيديو السابق الذي نشرته كان يقصف في رحيم ستيرلينغ، ولكن في هذه الندوة الصحفية لم يرد قصف رحيم ستيرلينغ، بل يعني نقدر نقول بالله أنهم تصالحوا. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين سألوه عن ردة الفعل حول رحيم ستيرلينغ، وردة الفعل يقصدون بها هو استفسار رحيم ستيرلينغ عند بيب غوارديولا لماذا هو يقعد في كرسي البدلاء ويجلس في كرسي البدلاء في العديد من المرات. هذا جلس في مبارتين، يعني في المرة الماضية جلس فقط مرتين وتضايق، فما بالك ما كان يفعله بيب غوارديولا مع رياض محرز ولم يكن يتكلم. طبعا صرح بيب غوارديولا في هذا الصدد قائلا رحيم ستيرلينغ وباقي اللاعبين دائما يتدربون بشكل جيد، انا لا اتوقع منهم ان يكونوا سعداء عندما لا يشاركون كلاعبين اساسيين. رحيم ستيرلينغ يعني كان مهما للغاية لهذا الفريق، وصرح قائلا جميع اللاعبين يحترمون قراراتي، لا أرى طوال مسيرتي التدريبية لاعب يكون سعيد عندما لا يشارك كلاعب أساسي. يعني أراد أن يغلق هذه القضية معه وبينه وبين اللاعب رحيم ستيرلينغ، يعني كل شيء حاليا على ما يرام. وطبعا التقطت عدسة الكاميرا في التدريبات صور جمعت بين اللاعب ومدربه. وبينما في سؤاله هل السيتي هو فريق مرشح لتحقيق دوري أبطال أوروبا، صرح بيب غوارديولا نحن سنحاول الفوز بمباراة الغد ونتأهل لربع النهائي، هذا هو هدفي
الوحيد. وطبعا في تصريحه عن كيف تجعل لاعبيك متعطشين لتحقيق الألقاب، في الأونة الأخيرة لاعبي مانشستر سيتي متعطشين لكل مباراة، صرح قائلا: أريد منهم أن يكونوا متعطشين للفوز في المباراة الغد وليس أبعد من ذلك. تحقيق الانتصارات يساعد على تحسين الطابع العام لدى اللاعبين ويزيد من رغبتهم في اللعب. بينما صرح قائلا عن الشباك النظيفة في دوري أبطال أوروبا قائلا: إنه أمر مهم للغاية في جميع البطولات، ولكن لدي نظرية هي أن ما فعلته في الماضي لا يعني أنه سيحدث بالضرورة في المستقبل. يجب علينا التقليل من الأخطاء لأننا نعرف أن بإمكانهم معاقبتنا. غلادباخ لديهم أسلحتهم ويتمتعون بإمكانيات كافية. أنا أعرف تاريخ غلادباخ، ولكن كل ما يمكن أن نقوله هو أننا سنسافر غدا إلى هناك في بودابست من أجل الفوز. أريد أن أرى الفريق يلعب من أجل الفوز وفقط. بينما أشاد بيب غوارديولا بما قدمه برناردو سيلفا، صرح قائلا: أنا أكثر من راضي على ما يقدمه برناردو سيلفا فوق أرضية الميدان. آمل أن يكون هو أيضا راضي على طريقة لعبه وعن مركزه الذي يلعب فيه. إنه لاعب في غاية الأهمية بالنسبة لنا للعديد من الأسباب. أداؤه منذ أول يوم، يعني باستثناء بعض الفترات الموسم الماضي، كان رائعا. إنه لاعب بإمكانه أن تضع اعتمادك عليه سواء داخل أو خارج الملعب. وكما قلت لكم، كانت هذه معظم تصريحات بيب غوارديولا المهمة قبل هذا اللقاء. والآن سأشارك معكم تشكيلات نادي مانشستر سيتي المتوقعة بقوة، ولكن قبل أن أشارك معكم أريد أن أعطيكم تصريح رياض محرز قبل هذه المباراة. صرح في حساباته السوشيال ميديا أنه في طريقه إلى دوري أبطال أوروبا، وهو متوعد مباراة نادي مانشستر سيتي أمام بروسيا مونشنغلادباخ من أجل الفوز بطبيعة الحال، وظهر بصورة سعيدة كما تشاهدون في الصورة الظاهرة أمامكم. فحاليا كل شيء على ما يرام، إن شاء الله نشوف رياض محرز كلاعب أساسي غدا في دوري أبطال أوروبا. التشكيلة الأولى، صرحوا قائلين: في خط الهجوم برناردو سيلفا، جابرييل جيسوس، رحيم ستيرلينج، ولا مكان لرياض محرز. التعليق الموالي من صحيفة هوسكورت، صرحت لنا قائلة: محرز، جيسوس، ستيرلينج في خط الهجوم. وأيضا التعليق الموالي من هذه الجريدة: توقع فيران توريس، أجويرو، فودن. إلا أنني أستبعد هذه التشكيلة 100%، لأن فودن وفيران توريس في دوري أبطال أوروبا ما نظنش، لأنه رياض محرز راح حاسم، وفيران توريس لا يقارن ولا بمليمتر مع رياض محرز. التشكيلة الموالية: ستيرلينج، جيسوس، رياض محرز. وأيضا التشكيلة الموالية كما تشاهدون: محرز، أجويرو، ستيرلينج. وأيضا التشكيل الموالي الظاهر أمامكم، طبعا قائلين: محرز، أجويرو، ورحيم ستيرلينج. بينما التعليق الموالي من جريدة أخرى: جيسوس، محرز، وأيضا ستيرلينج. فالكل راح يقول انه ستيرلينج راح يلعب اساسي، وايضا الكل راح يقول بلي انه يعني معظمهم وليس الكل انه رياض محرز راح يلعب كلاعبين اساسي في هذا اللقاء، وهذا هو الشيء المنطقي. فنتمنى انه راح يكون اساسي في هذا اللقاء. وبطبيعه الحال وصلتني العديد من التعليقات في الاونه الاخيره عندما اعطيتكم تنقيطات لاعبين نادي مانشستر سيتي في الاونه الاخيره. قلت لكم، وعندما توقفت عند اسم لاعب فيل فودن ونطقته باسمه الكامل، قلت لكم فيليب فودن، فوصلتني العديد من الأسئلة. معظمكم كنتم تقولوا لي أنه هذا اللاعب ليس اسمه فيليب فودن مثل ما نطقته أنا حرفيا، بل اسمه فيل فودن. ولكن أعزائي المشاهدين، أود أن أقول لكم نقطة، هو أنه أنا يعني كي نتكلم على لاعب ولا نتكلم على نادي، عرفوا باللي راني نعمل أبحاث كثيرة ونطالع العديد من الأخبار ونطالع ونتحقق من المصادر نتاعه، بعد نجي نحكي لكم هذاك الخبر أو أشارك معكم ذلك الخبر. فاسم فيل فودن الكامل هو فيليب والتر فودن، يعني ما غلطت ولا في شيء. فأنا ناديت هذا اللاعب باسمه الكامل فيليب فودن. فيليب فودن، ما رانيش أعزائي المشاهدين نجيب لكم أخبار من وحي الخيال، ولا راني نسي نزوق بعض الأسماء اللاعبين. لا أعزائي المشاهدين، لا بالعكس، يعني أي لاعب نعطي حقه، أي لاعب يعني ندير عليه أبحاث قبل ما نتكلم عليه في قناتنا. فلهذا أعزائي المشاهدين، وحتى ولو أغلط في المستقبل القريب راح نعمل لكم فيديو بعد ذلك الخبر اللي غلطت فيه على سبيل المثال، وإن شاء الله هذا الشيء جامي يحدث، وراح نعتذر منكم ونقول لكم يا جماعة راني خطيت في داك الشيء وداك الشيء وداك الشيء، هذا ما كان. المهم، نتمنى أن نجم الجزائر رياض محرز يكون أساسي غدا في ملعب بوشكاش أرينا بعاصمة المجر. فقولوا لنا أراءكم في صندوق التعليقات، هل تتوقعون رياض محرز أنه يكون أساسي؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، من ستشجعون، رياض محرز أم رامي بالسبعيني، بروسيا مونشنغلادباخ أم نادي مانشستر سيتي؟ أخبرونا أراءكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.